السلام عليكم. اليوم سأريكم كيف يتم رفع الوزن المضاد. أول شيء ترفع الرافعة على أقدام هكذا، ثم توجه قمرة القيادة إلى الخلف هكذا، ثم تضع صمام الدوران هذا الذي هو هنالك في الأعلى في الأسفل، تضعه عند إدارة الرافعة قمرة القيادة العليا إلى الخلف. كما ترون الآن أصبح الوزن والمضاد متساوي هكذا. طبعا الرافعة يجب أن تكون مشتغلة من قمرة القيادة العليا، ثم تأتي إلى هنا إلى هذه الأقفال، فتبقى ضاغطا على هذا القفل هكذا، وفي نفس الوقت ترفع الأذرع هؤلاء، لأن كل ذراع تعمل واحد ترفع الأذرع. بعد رفع الأذرع، لأن الوزن المضاد موضوع على هذه، فعند رفع الوزن المضاد ستصبح الأذرع هي التي تحمل، ثم تنزع هذه الصمامات. قلنا بعد نزع الصمامات هكذا يصبح الوزن المضاد مرفوع على الأذرع. بعد هذا ننزع هذه أيضا هذه الصمامات هكذا، الصمام الآخر أيضا، ثم ننزع هذا الأسفل، لأن هذا الأسفل مثبت بقاعدة الرافع، أما هذا الوسط فلا تنزعه لأنه مثبت بقاعدة الوزن المضاد الذي هو مفهوم. إذن ننزل وننزل الوزن المضاد هذا فينطبق على هذا. ماذا تصنع؟ ترجع هذا هكذا، تأخذ أيضا في الجهة الأخرى ترجع، ثم تصعد الوزن المضاد، ثم ترجع الصمامات الأخرى هنا حتى الوزن المضاد مرفوع على هذا. سنقوم بهذا العملية. بعد نزع الصمامات نأتي إلى هنا، ثم نضغط هكذا، ثم ننزل الأذرع هذا. بعد هذا نرجع الصمام هذا، بعد عملية رفع الوزن المضاد تأتي وتنزع هذا صمام الدوران. بعد نزعه تأتي إلى الحاسوب وتغير أنك أبدلت الوزن المضاد وزدت فيه حجرين
الأخرى. وهكذا تمت العملية. بعد إكمال العمل ننزع الوزن المضاد، نأتي إلى هنا ونرفع قليلا. ننزع الصمامات، الجهة هاتي والجهة الأخرى، ثم ننزل الوزن المضاد. ننزع فقط العلويتين، هكذا قد أتممنا العملية.